آخر تطورات قضية زوج نانسي عجرم، ظهور فيديو جديد وما قالته خادمة نانسي عجرم يثبت براءة الشاب السوري، ظهور فيديو جديد وحقيقة خبر اعتراف خادمة نانسي عجرم بأن هناك عمل مشبوه كان يقوم به فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في الفيلا، وعندما اكتشفه محمد الموسى قتله فادي الهاشم، وحقيقة تنازل والد قتيل منزل نانسي عجرم عن القضية، وقرار صادم من نانسي عجرم بشأن قضية قتيل الفيلا. وهذا هو المسدس الذي أطلق منه زوج نانسي عجرم 18 طلقة. هذا هو موضوع اليوم، شاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة استكمالا لمجريات الأحداث التي تتعلق بالحادثة التي وقعت في منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والتي أسفرت عن مقتل الشاب محمد الموسى على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم. ففي كل يوم يتم الكشف عن معلومات جديدة متعلقة بالحادثة، آخرها مقطع فيديو وثق اللحظات الأولى التي سبقت اقتحام محمد الموسى لمنزل النجمة نانسي عجرم، إذ يحاول اكتشاف المكان وتأمينه قبل الدخول، ويظهر جاليا السلاح على خصره الأيمن. انتشار هذا الفيديو جاء بعد ساعات من نفي محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم ما تم تداوله عبر وسائل إعلامية عدة عن توقيف الهاشم من جديد، مؤكدا انه يتواجد مع عائلته، كما نفي المحامي ما حكي عن انتقال نانسي عجرم وعائلتها من منزلها الى اخر. وانتشر خبر يتحدث عن انسحاب نانسي عجرم من لجنة تحكيم ذا فويس كيدز وحلول الفنانة نسرين طافش مكانها. وبحسب تلك الاخبار فقد دفعت نانسي عجرم مبلغ البند الجزائي المترتب عليها لقناة الام بي سي، والذي قدر بحوالي 200,000 دولار. إلا أن هذا الأمر عاري عن الصحة، فلغاية اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي من قبل مجموعة قنوات ام بي سي، وبالتالي فإن نانسي عجرم لا تزال ضمن لجنة التحكيم. وأشار المحامي إلى أن الفنانة نانسي عجرم قررت مقاضاة بعض الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة لاختلاق مشاكل وأزمات في القضية بعيدا عن الحقيقة من أجل التشهير بها وبزوجها، موضحا انها تعرضت لحملات تشويه كثيرة منذ وقوع الحادث حتى الان. ونشر الاعلام اللبناني سعيد الحريري فيديو استعرض فيه خواص المسدس الذي دافع به الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن حرمة منزله في القضية الشهيرة الذي قتل فيها لصا داهم منزله في الساعات الاولى من الصباح. وقال الحريري على حسابه على انستغرام ان المسدس الذي استخدمه فادي هو من نوع غلوك 17، ويعتبر من اقوى انواع المسدسات، ومن ضغطة واحدة يطلق اكثر من رصاصة، وهذا السبب الذي جعل الهاشم يطلق هذا الكم من الرصاص على القتيل. وكشفت محامية الشاب السوري محمد الموسى الذي يعرف بقتيل منزل نانسي عجرم حقيقة تنازل والد القتيل عن القضية، مقابل أن تتبنى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رعاية طفليه إلى حين بلوغهما سن الرشد. وقالت المحامية السورية ريهاب ممدوح البيطار رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل خلال لقاء تلفزيوني إن كل ما يقال غير حقيقي، ولم يتنازل الوالد عن حق ابنه وكذلك والدته وزوجته، وإنهم يرغبون بمواصلة القضية حتى الحصول على حق ابنهم القتيل. وأضافت المحامية نحن في مرحلة التحقيق، ولا يمكن حاليا التنبه بنتائج التحقيق خاصة مع ظهور بعض الأدلة الجديدة، ولكن نتمنى أن يحصل القتيل وأهله على حقهم. وسبق وطالبت البيطار السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها
زوجها من السفر خارج الأراضي اللبنانية، وبررت المحامية طلبها خلال تصريحات إذاعية أدلت بها لمحطة مولدي اف ام السورية بأن هناك مستجدات طارئة في القضية، ومن المحتمل أن توجه لزوج نانسي عجرم تهمة القتل العمد. وقالت محامية القتيل: أطالب جميع وسائل الإعلام بمنع استخدام تعبير اللص أو السارق السوري في كتابة أي مادة إعلامية عن هذه القضية، وشددت على إنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تتداول هذا اللفظ. وأكدت المحامية أن التحقيقات جارية ولم تثبت تهمة السرقة إطلاقا على القتيل، وإنه على العكس ربما تثبت على نانسي عجرم وزوجها تهمة القتل العمد. وكان تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى قد أوضح إنه تعرض ل 18 طلقة نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يشير إلى إمكانية اشتراك أكثر من شخص بقتله. ملاحظات: أولا، صورة نانسي وهي مصابة، كيف وليش ووين اتصوبت رغم إنها مش موجودة بمقاطع الفيديو أبدا؟ معقولة ضرب طايش؟ الشخص اللي هو الضحية بالفيديو لابس شيء وهو مرمى على الأرض لابس ثياب مختلفة، معقولة غيروا له ثيابه؟ إطلاق 16 رصاصة لا تطلق إلا للسار من شخص، نهيك عن ولا نقطة دم مكان سقوط الضحية. فادي أطلق الرصاص عند دخول الضحية لغرفة الأطفال، طب وين كاميرات الغرفة أثناء إطلاق الرصاص؟ مع العلم أهم نقطة لوضع كاميرات المراقبة هي غرفة الأطفال، ووين الأطفال؟ ليش ما طلعوا من الغرفة؟ ما خافوا يعني أو كيف؟ فادي الهاشم قال نسيت كلمة سر بقية الكاميرات وما قدر يفتحهم، مع إن كل الكاميرات كلمة سر واحدة. الموضوع في فبرك، وبرأي المتواضع الضحية تم قتله مسبقا بغض النظر عن السبب، لكن مقاطع الفيديو تمثيل لاستعطاف الرأي العام، والشخص اللي بالمقاطع مجرد كومبارس.